أهلا بكم أيها الأحبة، صباحكم خير، ونأمل بإذن الله تعالى أن تستمتعوا من خلال تقديم كل هذه الهدايا التي نحاول في حدود المحاولة أن ننتقيها وفقا لأذواق الجميع. مستمعينا الكرام، يحكى أن أحد الحكام في الصين وضع صخرة كبيرة على أحد الطرق الرئيسية فأغلقها تماما، ووضع حارسا ليراقبها من خلف الشجرة ويخبره بردة فعل الناس. مرة أول رجل وكان تاجر كبير في البلدة، فنظر إلى الصخرة باشمئزاز منتقدا من وضعها دون أن يعرف أنه الحاكم. فدار هذا التاجر حول الصخرة رافعا صوته قائلا: سوف أذهب لأشكو هذا الأمر، وسوف نعاقب من وضعها. ثم مر شخص آخر وكان يعمل في البناء، فقام بما فعله التاجر، لكن صوته كان أقل علوا لأنه أقل شأنا في البلاد. ثم مر ثلاثة أصدقاء معا من الشباب الذين ما زالوا يبحثون عن هويتهم في هذه الحياة. وقفوا إلى جانب الصخرة وسخروا من وضع بلادهم، ووصفوا من وضعها بالجاهل والأحمق والفوضوي، ثم انصرفوا إلى بيوتهم. مر يومان ولم يكن هناك أي شخص يبادر لإبعاد الصخرة. حتى جاء فلاح عادي فقير ورآها فلم يتكلم، وبادر إليها مشمرا عن ساعديه محاولا دفعها، طالبا المساعدة ممن يمر. فتشجع آخرون وساعدوه فدفعوا الصخرة حتى أبعدوها عن الطريق. وبعد أن أزاحوا الصخرة وجدوا صندوقا حفر له مساحة تحت الأرض. في هذا الصندوق كانت هناك ورقة فيها قطع من ذهب ورسالة مكتوب فيها: من الحاكم إلى من يزيل هذه الصخرة، هذه مكافأة للإنسان الإيجابي المبادر لحل المشكلة بدلا من الشكوى منها. انظروا حولكم وشاهدوا كم من مشكلة نعاني منها ونستطيع حلها بكل سهولة لو فقط توقفنا عن الشكوى والتذمر وبدأنا بالحلول. هذه هديتنا الصباحية لليوم، ونقول صباح الشباب المبادرين لإيجاد الحلول، هذه الحلول التي ستسهم لبناء حياة أفضل لذواتهم، مؤسساتهم، ووطنهم بأكمله.